بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء حضورنا الكريم، بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد. ومنذ لحظات أعلنت اللجنة العليا المنظمة هنا من أرضية هذا الميدان عن انطلاق شوطنا الأول الرئيسي، وشوطنا الأول خصص للإبكار أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، فالباب مفتوح. شكر دائما موصول للقيادة الرشيدة على الدعم الموصول والمتردد دائما في كل عام. الشكر موصول لنادي دبي لسباق الهجن العربية الأصيلة. شكر موصول إلى رئيس اللجنة العليا المنظمة سعيد بن محمد بن حزيم والفريق المميز الذي دائما يعمل بجد واجتهاد لموقع الناموس الذي ينقل لكم هذه الأحداث. بسم الله على بركة الله وحفظه ينطلق الشوط الأول، وشوطنا الأول يحمل أمال وأسامي كثيرة. نسير إلى شواهين في المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. النقل هناك على المركز الثاني، ما شاء الله اللي في المركز الثاني محمد المر ايضا يدخل في هذه الكوكبة. الله على سلهودة مع شواهين سلهودة. هناك القادم خطير مع جبار سعيد بن محمد المر. في اللحظات الأخيرة طارت جبارة. الله 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام يا ابو محمد سلام. تهانينا لشاعر هذا الميدان المميز سعيد بن محمد المري على فوز الشاهينية في الشوط الأول الرئيسي. ها هي لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلنه الفوز والناموس. تهانينا لسعيد بن محمد المري بمناسبة فوزه بالمركز المركز الثاني والثالث والرابع. كلها لسيد اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المركز الخامس. هناك الشاهيني خليفة بن محمد بالهول المهيري. هكذا هي النتيجة. التوقيت الزمني أيها الإخوة، التوقيت الزمني 4:41، 79 جزمة الثانية. تهانينا والناموس.